السلام عليكم، اهلا فيكم. فيديو جديد او مشكلة جديدة، فبما اني ننزل في الايباد نسخة تجريبية، طبعا هذا الشيء عادي بالنسبة لي، وانا قبل ما انزلها انا ادري انه بتصير في مشاكل، وضامن ان جهازي ما راح يكون استخدام طبيعي، فشيء طبيعي بالنسبة لي. فالمشكلة اللي واجهتني الحين هذه مشكلة من المشاكل، طبعا الكيبورد ما يقلب انجليزي، كل عربي يكتب بالكيبورد، هذا لازم افصل الكيبورد نفسه واكتب على الشاشه يكتب بالعربي. فنشوف المشكله الحين، نفتحها ونشوف. ما في كل مكان طبعا، بس بفتح لكم ملاحظه بجرب مثلا. اوكي يكتب بالعربي، احول خلي انجليزي، عربي. طيب انجليزي الحين، اصل كان يطلع لي هنا خلاص انجليزي، يكتب عربي، حول لغه بالزر الثاني برضو عربي، ما يرضى يحول الانجليزي. بسوي الطرق معاكم الحين ونشوف. أول طريقة طبعاً إذا فصلت الكيبورد استخدمته بدون كيبورد، الكيبورد الرئيسي يتحول إنجليزي عادي. طيب هذا محطوط على الإنجليزي الحين، شوف كم أكتب عربي، فصله، خلينا نشوف، نحاول على العربي. هنا على العربي، شوف كم أكتب، أوكي عربي. طيب نجرب معاكم الطريقة الثانية، إن نغير الكيبورد بنفس الإعدادات، نخش نروح على العام، ننزل تحت على الكيبورد، خلي نشوف نكنسل، كنسل عربي، ايش بيعطيني اذا كنسل العربي؟ هذا بعض الطرق اللي انا كذا صرت فاضي اجلس عشان احلل الشيء. طيب بنسل العربي الحين، ايش بيكتب؟ برضو عربي. ما ادري، حب العربية زايد، ما اقدر اغير اللغة لانه خلاص ما اقدر، لغة واحدة اصلا. طيب نرجع نضيف العربي، عادية نكنسل الانجليزي، بيعطيني عربي شي طبيعي، ما راح نقدر نحول، بس الايموجي واللغة العربية. نرجع نضيف الانجليزي، طيب عربي، خلي انجليزي عربي. فالحل الوحيد اذا واجهتنا المشكلة، الحل اللي كل شخص كان يسويه، انك اي تحديث تحدث جهازك لازم تكون في مشاكل، فالحل الوحيد وان شاء الله ينفع، غيره ما في اي حال، تنتظر نسخة تجريبية ثانية او انك تسوي داون جريد، رجوع للنسخة الرئيسية للكل موجود. لكن هذه بعض مشاكل نسخ تجريبية، فالحل اعادة التعيين، اعادة التعيين جميع الاعدادات. طبعا الحل الحين ما راح يحذف مني اي شيء في جهازي، الشيء الوحيد اللي راح يحذفه ورق الحائط، الرقم السري للجهاز او رقم سري دخول الجهاز، رقم سر الوايرلس، ايش شبكة الشبكة بس، أما الصور حقين ما راح يحذفهم، ما راح يحذف أي شيء يعني من الجهاز، البرامج ما راح يحذفها، لحافظ داخل البرامج ما راح يحذفهم. لكن نشوف الحين معاكم بعد ما يخلص بفورمات أو إعادة ضبط المصنع، أتوقع الاسم، نشوف هل بيحلها ولا لا. طلع علامة التفاحة مرة ثانية الحين يعبي ولا خلاص. فمثل ما قلت لكم هذه بعض المشاكل في الايوس، أو بعض المشاكل في النسخ التجريبية، هذا اللي ما أحب الأشخاص يحملونه. إذا كان جهازك الرسمي لا تحمله وتتوهق وتجيب العيد نفس الحركة. جهازك الرسمي توقع الحين ما تكتب إلا عربي، أو تخيل أنك تجيك المشكلة ما تكتب إلا لغة ثانية، أو تنزل لك لغة كذا فجأة. ليش؟ لأن النسخة التجريبية أصلا نابل تقول لك كبداية لا تحملها، نسخ تجريبية لا تحملها عندك، نسخ تجريبية فيها مشاكل، منزلتها هي الأصل للمطورين، فإنك ما تقدر تقول إذا نزلت المشكلة الحين ما أقدر أقول هذه مشكلة في الآيوس، هذه مش في الآيوس العام للكل، هذه نسخة تجريبية منزلين للمطورين يحدثون برامجهم علشان لحق النسخة، عشان تصير البرنامج متأقلم مع النسخة إذا نزلت للكل. أو إذا تبي تخش في نسخة تجريبية للعامة برضو، تنزل بعد يوم أو يومين من نسخة تجريبية، إذا كانت لحق المطورين، إذا كانت ما فيها مشاكل ما فيها، تنزل بعدين، لكن برضو فيها مشاكل يعني. لكن أبل تقول لك أوكي تبي تنزلها، في تضغط على أجريمنت يجيك ويقول لك موافق على كل شيء، ما لنا شغل في الخراب حق جهازك، ما لنا شغل في أي شيء، لكن إذا نزلته تقدر تكلم أبل ينزل لك برنامج الفيد باك تقريبا اسمه، مثل ما نشوف، نخش أو نكتب هنا أكثر شيء أكتبه، أيوة هذا البرنامج، تقدر تكلم أبل ترسل لهم مثلا المشكلة اللي عندك علشان النسخة اللي بعدها التجريبية اللي بعدها تعدلها فيها. مثل ما قلت لك، إذا جهازك ماشي معك مضبوط، في مشاكل لكن مشاكل خفيفة، لأن النسخة الرئيسية لحق الكل أفضل من النسخ التجريبية اللي تجيب العيد فيها زي كذا. فأنا الحين أول ما حددت استخدمت الأيباد، الشيء طبيعي 90% في استخدام في الجامعة كلها الأيباد.
ما أدري إيش المشاكل اللي راح تكون هنا في الآيفون. يعني تخيل الآيفون فيه كيبورد، فبجيب العيد برضو. لكن الحمد لله يكتب بالعربي، لو إنه فيه كيبورد خارجي نفسه هذا جبت العيد الحين. يمكن بعض الأشخاص ما راح تصير لهم ذي المشكلة، يمكن بعض الأشخاص تصير مشكلة ثانية ما حد يعرفها. يعني كل شخص على حسب المشكلة اللي تجي، لكن لازم أكلم أبل إذا ما تعدلت من الخيار. مثل ما أشوف الحين تغير لك، رجع على ضبط المصنع، لكن البرامج حقين وكل شيء موجود عندي. برضو نفتح هنا الصور موجودة عندي، ما في أي اختلاف. طبعا بنتي هنا لا تطلع، رجع. نجرب الحين معكم، نسحب. أوكي خلنا نخش الملاحظات تكون أفضل. أوكي نكتب معكم هنا. أوكي عربي، حول إنجليزي، إنجليزي برضو عربي. فالحل الوحيد هو شنو؟ انك تتفادى هذا الشيء، انك خلاص تشوف لك حل، ترجع جهازك للنسخة القديمة بالفورمات، طبعا تحطه في الكمبيوتر في الايتونز وترجع جهازك للنسخة الرسمية للكل موجودة. فالتسرع حقك جاب لك العيد، او انك خلاص تجي تكتب انجليزي، افصل الكيبورد واكتب على السكرين بالانجليزي، ما في حل. يعني لازم تنتظر، ما لك الا تفتح برنامج الفيدباك وتكلم ابو. بس هذا الفيديو هذا اللي علمتكم، بس كنت أبي أعطيكم مشكلة من المشاكل اللي تواجه الأشخاص في النسخ التجريبية. أوكي رجعت معكم بعد ما رسلت أبل الدعم الفني. ما في حل، ممكن لين ينزلون نسخة تجريبية ثانية بعد أسبوع مثلا يعدلون لك المشكلة ذي. طبعا اتضح بالنسبة لي المشكلة موجودة في العربي، مع أي كيبورد ثاني حط أي لغة. كنسلت العربي، سويت كل شيء، كنسلت العربي، حطيت إنجليزي، حطيت فارسي، حطيت كل شيء استك على العربي. فحصلت حل وحيد إنه ما أقدر أحط إنجليزي، طبعا حطيت إنجليزي يمسك على العربي برضو. فالحل الوحيد اللي سويته إني حطيت سوفت، أتوقع الكل يعرف الكيبورد، وعربي. فالحين أقدر أسوي تحويل بينهم. ما أشوف هذا إنجليزي، طبعا ستاك من نفس الكبر، ما اقدر اغير. ما اشوف يمسك على، ما يسوي سويتش على اللغه الثانيه. ايوه سوي سويتش كيفه ألف مره بعدين يسوي سويتش. اوكي كتب عربي الحين، اضغط مرتين، ثلاث اربع خمس، خلاص علق على عربي. فلازم اضغط هنا الحين اكتب انجليزي. فهذا حل مؤقت اللي تنحل المشكله. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت، تهمني. ولا تنسون فضل دعاكم، والسلام عليكم.